اي سيستم اخر عليه احمال خارجيه جنب من الكلام ده احمال داخلي، واتفقنا انه هذه الاحمال في المنشات دي حاجات مختلفه في العاديه، المفروض ان هم يكونوا عباره عن ثلاث قوى داخليه، نورمال فورس وجيني فورس وعزوم انحناء او بيرمنت فورس. وقلنا لو حبينا نقطع في اي نقطه في اي منشا لازم نحط ثلاث قوى داخليه دي نحسبها، الا لو المنشأ بتاعنا حاله خاصه زي التراسز، فالتراسز كلها اربعه ليمت ممبرز، فبالتالي مفيش عندنا في اربعه لما نقطع غير نورمال فورس فقط. ولو جينا قطعنا او فصلنا عند مكان فيه مفصله يبقى في الحاله دي عندنا نورمال وورك. اذا الوضع العام عندنا ثلاث قوى، وعرفنا الاشارات الموجبه تبقى ازاي. اتفقنا بالنسبه للنورمال فورس بيعمل شد يبقى موجب عكس كده يبقى سالب، وعرفنا الشير اللي بيعمل ديفورميشن شمال وطالع يمين ونازل يبقى موجب عكس كده يبقى سالب. وبرضه بالنسبه للعزوم اتفقنا ان العزوم الموجبه اللي بتسبب المفروض ديفورميشن يخلي الكاميرا بتاعتنا او العنصر الانشائي بتاعنا انه بالنسبه للخط الافقي بتاعه الاصلي ينزل لتحت يعمل كده يقوس لتحت، يبقى ده الوضع الموجب. انما لو قوس لفوق يبقى ده الوضع الايه؟ السالب. قلنا بعد كده بنرسم دايجرام نورمال شير بيندنج عشان احنا مهندسين لغتنا هي الرسم. من الرسم نقدر نعبر عن حاجات كتير. فبنرسم نورمال فورس دايجرام شير بيندنج مومنت دايجرام. اتفق على انه بنرسم الشير والنورمال الموجب فوق سالب تحت، انما بالنسبه للعزوم بنرسم الموجب العكس. أو العزوم تحديدا بنرسمه دايما ناحية الشبكة، لأن العزم عبارة عن كأنه استواء بيعمل ضغط وشبكة. فالعزم ده اللي أنا بعمله دلوقتي ده قدامكم ده بيعمل ضغط فوق وشد فين؟ تحت. أرسمه تحت بس ناحية الشبكة، إنما لو كان عامل كده يبقى ده شد فوق وضغط تحت برسمه فوق. ليه مش مهم؟ ليه؟ ما لهاش سبب، ده مجرد اختيار اتفاق على طريقة التعبير بالرسم. ولذلك اللي جاي زي ما نتوقع كده يعني نتوقع ان الدنيا هتبقى ويحصل برضه والله اعلم الدنيا ماشيه ازاي. فقلنا بقى ايه انه نبقى واخدين الموضوع كشكل عام ويبقى فضل علينا ان احنا كل شويه بنتكلم فيه مثال مثالين من كل موضوع من الموضوعات دي، امثله لا اكثر. لكن ده مش معناه انه موضوع جديد. قدامنا كاميرا هنج ناحيه رولر الناحيه الثانيه، يبقى فيها ثلاث ردود افعال، تبقى الكاميرا دي كده ستاتيك ديتيرمنت ان عدد ردود الافعال قد عدد المجاهيل، في نفس الوقت ردود الافعال ليست متوازيه، ليست متلاقيه في نقطه، فالمساله بالطريقه دي تبقى ستيبل. محطوط عليها مجموعه من احمال مختلفه، فيها كونسنتريتد لود 2.5 طن، في ديستريبيتد لود على شكل مثلث، وهكذا زي ما انتم شايفين على المفروض المساله على الشكل. أول خطوة أكيد هي إن إحنا نقدر نجيب كل حمل من دول نركزه، نجيب المحصلة. الثلاثة طن اللي في الأول خالص اللي هي في أول جزء على الشمال، أظن المحصلة 3 × 2 × 6 ومكانها فين؟ في النص. الاثنين طن اللي بعد كده ممكن نقسمها حتتين أو ناخدها على بعضها بحر. لو خدناها على بعضها يبقى 2 طن × 4 × 8 ومكانها في النص. الحمل على شكل مثلث محصلته نص مساحة المثلث، يبقى نص في 3 × 4، 3 × 4 × 12 × نص يطلع قيمة 6. فين مكانه؟ في التلت والتلتين، يبقى على بعد 4 × 3 و 2 × 4 × 8 × 3. إذا كل اللود عارفين مكانه، نقدر ناخد العزم ونطلع اللود الأفعال أقرب. وبالتالي لو أخذنا المفروض العزم عن السبورت ده نقدر نطلع طبعا رد الفعل اللي هنا كام، ولو قلنا سيجما الواي بقى اكيد نقدر نطلع رد الفعل الثاني بيساوي كام؟ قيمتي رد الفعل دول طالعين اللي في الناحيه الشمال 16 و625 والناحيه الثانيه في الجنب اليمين 5 طن 875.
طبعا مفيش ردود افعال افقيه لان مفيش عندي افعال افقيه فبالسيجما الاكس رد فعل افقي بيساوي صفر. يبقى المطلوب مني اكيد ان انا ارسم دايجرامز للنورمال فورس والشير والبيرني مومنت. يعني سياره السؤال هتكون عاده هي درو ذا دايجرامز اوف كذا. ممكن باختصار درو ذا دايجرامز اوف انترنال فورسز. يبقى على طول عارف انك هترسم نورمال وشير ومن. بالنسبه للنورمال فورس هنكر خط وبعدين نبدا نرسم نورمال فورس. يبقى ناخد سيكشن او القلم ده سيكشن يعني نقطع كده وندور على انهي قوة؟ العموديه على القلم، العموديه على القطار. يبقى في الحاله دي انهي قوة؟ هي جايه في اتجاه بتهيألي لو انا خدت سيكشن وحسبت سواء من يمين او الشمال مفيش. ولذلك النورمال فورس في المساله ديت من بدايه المساله الى نهايتها زيرو. فجر خط واكتب عليه زيرو واكتب جنبه عنوانه نورمال فورس دايجرام ان اف دي. انما الدايجرام الثاني اللي هو الشيرنج فورس المره دي بقى بدور على القوة في اتجاه موازي للقطاع. فانا عندي القطاع جاي كده يبقى انا عايز القوة اللي جايه في اتجاه القلم اللي على الشمال بس يا اما اللي على اليمين بس. لان القوة الداخلية كنا قلنا قبل كده هي تأثير اليمين على الشمال او الشمال على اليمين مش مجموع القوة. ما هو مجموع القوة لازم يساوي صفر. الاتزان لما اخد كل القوة يبقى ده كأني بعمل اتزان. لكن قوة داخلية لا، باخد قطاع واحسب من القطاع واقسم المسألة في حتتين يا يمين يا شمال. يبقى كنت بتكلم على عمود يا فوق يا تحت. لو كاميرا نايلة الجزء اللي فوق يبقى اذا دايما بقطع واخد ناحية واحدة من الجسم يا يمين يا شمال. ولذلك المفروض لما بدأت وأسهل طريقة لرسم النورمال فورس دايجرام إني أجي من الشمال وأبدأ من أول نقطة وأقول هنا هنا يعني لسه ما دخلتش على المسألة. هل في قوة جاية في اتجاه رأسي؟ أكيد لا تزيد. بعد كده بمشي لغاية ما ينتهي الديستريبت دول وأنا ماشي كده هل في قوة رأسية أو لا؟ في حمل نازل بمقدار بيساوي 3 بس 3 مش طن. 3 طن لكل متر. يعني كل ما امشي متر هلاقي 3 طن نازله. وانا عندي كم متر؟ يبقى كلهم على بعض بعد ما اخلص المسافه دي كلها هيبقوا قيمتهم كام؟ 6. 6 دي قوه نازله ولا طالعه؟ وانا جاي من الشمال ولا من اليمين؟ واحنا الاشارات بتاعتنا الموجب الفوق موجب واللي تحت يبقى السته اللي عندي دلوقتي تبقى اشارتها اصل الكلام عميق خالص انتوا شايفينه اهو. ما انا لو سالت نفسي وانا بحل الاسئله دي بجاوب. اذا بالتالي واضح انه هبدا انزل لانه سالب بس مش هنزل مره واحده لان الحمل ده مش مره واحده. ده حمل له معدل تغير بيتغير مع الاكس. يبقى الشيل بيتغير مع الاكس مش يحصل دروب فجائي في الداله بتاعتي. اذا ده معناه ان الشير دايجرام عباره عن خط مائل بشكلها عمال بينزل شويه بشويه لغايه ما في النهايه يكون نزل 6 باشاره ثابت. وصلت 6 طن. قيمه الشير 6 طن ثاني فين؟ بالظبط فين مكان ال 6 طن دي؟ عند النقطة اللي على بعد المسافة مقدارها من هنا قد ايه؟ لو جالك حد يقول لي بالرياضة قد ايه؟ ها؟ مسافة مقدارها اكس تقول وليس يساوي تقول إلى 2. تقول يعني معناها إنها هي مش 2 إنما تقريبا 2. يعني 1.999999999 انت حر بقى 99 لغايه هنا بس ما تساويش 2 ماشي؟ يعني الغلط انك تقول انها كام؟ 2. عشان كده في الرياضه علمونا حكايه ايه؟ النهايات. هي في النهايه هتساوي 2 بس لما توصل النهايه يا سيدي ما انت مش هتوصل لها. خلاص واضحه؟ يبقى اذا بالتالي النقطه فين؟ بلونها بقى بالكلام هي جاست تو ذا ليفت يعني هي على شمال السبورت بهبال. قيمتها قد ايه؟ 0.00001
يعني تقريبا كده مفيش. واضحه؟ على بعد 2 متر تقول لي كام؟ تقول لي كمية غير معينة. تكريم في الرياضة في ثانوي لما كان بيقول لك في حاجة اسمها undefined value أو ملهاش ما تقدرش تقول ما تعرفش محدش يعرف. إنما قبلها بشوية ناقص 6، بعدها بشوية هتطلع 10 هنقدر نطلعها. إنما عندي 2 بالظبط، ودي كانت مسألة في النهايات عندكم في ثانوي لما كان يقول لك ايه اتاكد لنا ان الداله بتاعتك مستمره اللي هي كونتينيوتي اوف فانكشنز. كنت بتجيب فانكشن اوف اكس بلس وفانكشن اوف اكس ماينس وفانكشن اوف اكس وتقول يا ترى الثلاثه بيساوي بعض ولا لا، ولو كانوا الثلاثه بيساوي بعض ده معناه ان الداله تبقى ايه كده مش ايه غير مستمره. هي داله غير مستمره في الجزء الاولاني اللي هو الكنتيفر الشيل اهو. لما نيجي في الحته الثانيه حاجه ثانيه معادله اخرى. ولذلك فعلا المفروض ان الشير عند النقطه اللي هي هنا بقى اللي هنا دي اللي هي فين يعني؟ اللي هي بعد 2 بايه؟ بالهباب. يبقى دخلنا في المنهج جوه الكاميرا كده، دخلنا بقى في السطور. يبقى دخل معانا اللود ده ولا لا؟ يبقى الشير يساوي كام اللي فات؟ بس نضيف عليه ده، وده طبعا طالع ابوجه. لما نضيف 16 بشويه يبقى 10. يبقى اذا قيمه الشين ولو انا راسم صح ما ارسمش فوق الخط، بعد الخط الهبابه المفروض بعد الخط. لو حد يعني بعيد شايف الراس بقى دي ايه؟ قرنه القلم، دي مجرد سن القلم. بقيمه تبقى قيمتها بقى 10 قيم 6 2 5. إذا الشير قبل السبورت بيساوي سالب 6، بعد السبورت بيساوي 10، والرقم الكسر اللي هو 0.625. إنما عند السبورت بالظبط لا بقى لازم نكبر الهبابة. نكبر الهبابة قوي ونقول قد السبورت كبير أهو. مفيش حاجة اسمها سبورت على سن الهبرة كده. هو فين ده؟ ده أكيد عمود خرسانة ولا يعني حاجة كده فيها سم اللي شايلة الكاميرا دي. وبالتالي الشيل هنا فين؟ الشيل هنا مش عارف كام في منهم قد ايه؟ بينهم مسافة 2 دلتا اكس، دي كبيرة جدا. مع ان انا بقول هبابة بس ليها كيان. وبالتالي الرياكشن اللي هنا ده اللي هو 10 ولا 16 احنا بنقول ان كونسنتريت الدور ده حلو، ده هو ديستريبيوت الدور. متوزع في مسافة صغيرة جدا. وبالتالي هو مش موجود مره واحده. فلو رسمنا شيل دايجرام صحيح المفروض بقى كان يطلع ايه؟ ننزل لغايه ما نوصل 6 وهنا 10 وشويه ونوصل ما بينهم في خط مائل كده. نوصل ما بينهم ان عندي ايه؟ ديستريبيوتد لود. بس احنا اصلا المسافه دي كلها على بعضها قد ايه؟ هبابه مش مستاهله الوجع القلب ده كله. اذا الشيل هنا 6 وهنا 10. المنطقه اللي ما بينهم دي ما حدش بيتكلم فيها خالص. فدايما عند في المنشآت بنحسب المفروض الانترنال فورسز او الشير قبل وبعد. عند لا. خلاص؟ مش هنتكلم بقى في القصه دي تاني لانها خلاص خدت كده اكتر من حقها. الخطوه اللي جايه من هنا لهنا عندنا 2 طن. 2 طن وكام متر؟ 2 في 2 نلاقي فيها عندنا مين؟ 2.5 طن. نلاقي فيها ايه؟ ننزل اكيد بقى ما دام هي إيه نازله فننزل. وصلنا لغايه هنا القيمه اللي هنا يبقى 4 علامه 1 2 5. نكمل نلاقي 2 طن تاني في المسافه مختارها 2 متر 2 في 2 ب 4 من 4 وشويه يدينا رقم صغير قوي. نوصل كده الرقم ده 0.125. بعد كده عندنا هنا حمل على شكل مثلث، مفيش مشكلة لو حبينا ناخد الشير هنا
ناخد شوية النودل علشان ايدي لو هنا لو هنا وهكذا، ولكن هنضطر ان احنا نجيب قيم قيمة هنا ثم هنا ثم هنا لغاية ما نوصل ما بين القيم دي بعضها، فنلاقي انه المفروض في الاخر خالص لازم يطلع الشيء بيساوي 5 8 7 5. بما اننا المرة اللي فاتت عملنا علاقات ما بين علاقات رياضية بين اللود والشير واثبتنا ان لو عندنا اللود، المرة اللي فاتت اثبتنا ان الشير بيساوي تكامل اللود، ولذلك لما يكون عندي جزء فيه حمل منتظم زي 3 طن حمل منتظم لما كامله يطلع معدل الدرجة الأولى، لأن هو الحاجة الثابتة لما كاملها يعني لما كامل 3 تطلع 3 اكس يبقى معدل الدرجة الأولى، عشان كده الشيل معدل الدرجة الأولى. ولما نيجي في المنطقة الثانية اللي فيها 2 طن برضه اللود منتظم لازم يطلع الشيل برضه معدل الدرجة، والحتة اللي بعدها 2 طن معدل الدرجة الأولى، ده لدرجة إنه لازم الخط ده يكون موازي للخط ده. الحتة الأولانية كان فيها لود 2 والحتة الثانية برضه اللود بيساوي 2، واحنا عندنا تفاضل الشيل يساوي اللود. تفاضل يعني ميل. ميل الشير في الحتة الأولانية هو ميل الشير في الحتة الثانية. إذا المفروض الخطين دول لازم يطلعوا متوازيين. لو أنت رسمت لقيتهم واحد نازل والتاني كده يبقى في حاجة غلط. على طول تقول لا ده أنا غلطت في حاجة، راجع. لأن في موضوع مش ماشي مع الرياضة. لما نيجي لآخر حتة اللود نفسه عبارة عن معدل من الدرجة الأولى مثلث. لما الكامل معدل من الدرجة الأولى تطلع يبقى الحتة الأخيرة ده إيه؟ عبارة عن معدل الدرجة الثانية. بص ده سكن ديجري فاراوي. عشان نرسم مع خط مستقيم يكفي نقطتين. عشان كده جبنا 0 و6 ووصلنا. هنا جبنا 10 و6 ووصلنا. لكن عشان نرسم كيرف من الدرجة الثانية عايز على الأقل 3 نقط. نجيبهم ازاي؟ إنك تقعد بقى تاخد نقط كتيرة وتحسب. يا إما انك تاخد الجزء ده لوحده كمسألة مستقلة، ومن الممكن نعتبر ان كأن عندنا نقطة للأورجن هنا ونطلعها بره منع الشطاطة هناك اهو، ونقول ان انا عندي كده محور اكس والمسافة دي 4 متر والحمل ده 3 طن، طيب على بعد اكس متغيرة يا ترى الحمل ده هدي اكس بيساوي كام؟ حمل متغير. يا ترى الحمل اللي موجود عندي اقدر اطلع لغة الدالة؟ اه طبعا. واضح انه في عدة طرق طبعا. انت عارف ازاي تكتب معادلة خط مستقيم. ابسطها ممكن نجيبها بتشابه المثلثات، ان المثلث الصغير ده خدينه المثلث ده الصغير ايه علاقته بالمثلث الكبير؟ طيب يبقى نقدر نقول بقى طبعا المفروض نقسم القاعده على القاعده سبب الارتفاع الارتفاع. اذا بالتالي المسافه ده ايه؟ اللي هي عباره عن 4 ناقص اكس. 4 ناقص اكس على 4. كده رسمت قسمت القاعده الصغيره على القاعده الكبيره، الكلام ده يساوي مين؟ يساوي دبليو اكس على 3، اضرب الطرفين في 3 يبقى الكلام ده مضروب في 3 يساوي دبليو اكس. اذا كان دبليو اكس بتساوي لو ضربنا بقى كده الكلام ده يطلع 3 ناقص 3 ارباع اكس. لو انا عايز اتاكد ان الكلام ده صحيح هعوض في المعادله دي اكس بيساوي 0. لو عوضنا اكس بصفر تطلع النتيجه كام؟ يعني لما تبقى النقطه بتاعتي هنا اكس بتاعتها 0 يعني هنا يطلع لود كام؟ 3. طب ولو خدت نهاية اللود هعوض على الاكس بيساوي 4 تطلع النتيجة 3 ناقص 3 على 4، 4 تطلع 3 ناقص 3 يعني بيساوي 0، فعلا بيساوي 0. إذا ده شكل درجة اللود. إذا الشير عند أي نقطة يساوي سالب تكامل اللود دلتا اكس باستغلال المعدات اللي جبتها المرة اللي فاتت.
يبقى ده معناه انك تمسك الكلام ده تكمل كامل الكلام ده يعني تقول. بس في سؤال، يا ترى الكلام ده منين لفين؟ تكامل منين لفين؟ من كذا الى كذا. من كام؟ ها؟ من كام لكام؟ من كام لكام؟ كلها الحضر اللي فاتت؟ يعني ما عندهمش فكره يعني. بس للاسف بيسجل. مش هقدر اشتم. ياد منك لو قلنا لما نجمع نجيب محصلة فاحنا بنجمع كذا زائد كذا، انما هنا بجيب دالة دلالة دالة. حدود للتكامل، ولكن انا بكامل وازود على التكامل ايه؟ سابق. واحاول اجيب هذا السابق. اذا بنكامل، فبالتالي الكامل الكلام ده احسان 3 اكس موجب، عشان الاشارة اللي بره دي موجب 3 ارباع في الاكس تربيع على 2 تطلع 3 على 8 اكس تربيع زائد سالب سي 1. السالب ده يجي منين؟ من المساله. ان انت اكيد في نهايه، يا اما في نهايه المسدس ده انت عارف الشيب. فانت فعلا عارف ان الشيب هنا عند اكس تساوي 4 بيساوي الرقم ده؟ يعني الشيب بيساوي 5 اللي هي 7. عندك معلومه. مش حاجة على حاجة، بيبقى هي التعويض جوه المعادلة. علموكوا في ثانوي انه نهاية أي دالة المفروض ما فيهاش ترم على ترم، أو ما فيهاش إنها نهاية وشرط الحركة بتاعة ثانوي. أي بولينوميال لما بعوض فيها المفروض تطلع هي قيمة إيه؟ النهاية بتاعة الدالة. فكأن يعني في النهاية هي فعلا هتساوي 4. طب ينفع أعوض بصفر؟ برضه لا، كان لازم أعوض بقيمة أكبر من الصفر دي هبابه. ده لو بنتكلم بفلسفه. انما يعني فعلا حدود حدود التعويض بتاعنا منين نفهمها؟ من صفر الى 4. تقدر تعوض، تطلع قيم كتيره وتحطها في جدول. ايوه، تروح نسيبها وبعدين تعمل ايه بقى؟ توصل بينها. اظن كده يبقى قضينا كده على مساله. لو عندك اي حمل اي شك هات معادلته ثم كمل ثم عوض. اظن كده خلصت. خلاص؟ بيتكلم انت هتحط قيم وتوصل. هتحط قيم وتوصل. انما يا حلو تعالى معايا بقى، ما دام انت جيت لنفسك واستعلوك عشان هيتضرب. تعالى يا بقى. من الاصل هو سال سؤال بيقول فيه هو انا لما شويه ده تنسيتش الاجابه الصحيحه لما اعوض. بس من الاول وانا برسم ايه اللي خلاني رسمته كده؟ ما كانش ايه رسمته مثلا وكنت واصل للقيمه دي وانا عارف ان القيمه هنا كده. ليه ما عملتش مثلا كده؟ ليه ما عملتش كده؟ انا كنت برسم سكتش ومع ذلك رسمته صح. ليه؟
مين؟ تفاضل الشير يساوي اللور. يبقى تفاضل معناه لما اجي اعمل مقاس هنا كده يعني نيل الشير لازم يطلع يساوي قيمة اللور مش كده؟ إذا صار تصور بقى إن أنا رسم غلط يمكن أهو هو طلع إن أنا رسم غلط بس هو كنت هتقصد كده؟ ما أظنش ما تقدرش تقول إنت غلط بس تصلح بقى نفسنا يعني لما يجي واحد يقول لك ارسم سكتش يبقى صح شوف بقى الغلطة اللي أنا عاملها كان لازم الخط ده لو أنا رغم إن أنا رسم سكتش محدش هيحاسبني أنا هطلع معدات وأعوض لازم هنا نطلع أفق لأن هنا اللود بصفر. اللود هنا كام؟ بصفر. يبقى لازم المقاس الشير هنا يطلع بصفر. يبقى اللي انا كنت راسمه لما كنت عامل كده لا ده لازم الشير يطلع كده عامل كده. لازم يبدا من عند الصفر. كمين. وبعدين طيب هل هينتهي هنا على خط افق يعني الكيرف يروح مايل كده ولا مايل كده ولا مايل كده؟ الشير اللود فلتر بسري يبقى المفروض ان الشير يكون ميله 3 طب و3 موجب ولا سالب؟ الاشاره في عندنا في المعادله في اشاره يبقى سالب 3 في اللود ب 3 والاشاره بتاعت المعادله سالب ده معناه ان الشير بتاعنا ميله سالب اظن في الرياضه معروف ان الخط اللي مايل كده ميل موجب انما الخط اللي مايل كده ميل يبقى المفروض المناسب اللي من الحته دي ما جاي كده. يبقى الكيرف بتاعنا ده لو راسمينه صح يبقى عامل كده، يلا يا عم مش هنربك طلع ان انت صلحت لنا الرسم. هتفهم الحته الدردشه اللي كنت جاي فيها؟ ان انا لو عايز ارسم سكتش المفروض اكون برضه صح، ما يبقاش ايه؟ اي عارف. طب ارسم صح منين؟ ما انا عارف ان تفاضل يعني مين الشير هو مين عباره عن مين؟ عباره عن اللون. فبالتالي على الاقل بدايه الكيرف ونهايه الكيرف اقدر اعرف كده الخطوط ماشيه تقريبا ازاي. انما القيم الحقيقيه اللي بجد اللي هنوقعها هتجيبها دي من خلال التعويض في المعدات اللي احنا عملناها. انا ممكن لو رسمت سكتش وما رسمتش صح ولا لو جيت معدات هتحاسب على طبقا لقانون التظاهر نيجي للحاجة التانية وهي مين؟ العزوم. طبعا، انت هتجيب القيم ازاي؟ الحاجة اللي بعد كده العزوم بندنج مومنت دايجرام. هنبدأ نجيب العزوم في النقط المختلفة فبرضه نفس القصة هنحسب العزوم عن الخطوط اللي انا مشاور عليها دي فقط. هي دي المحطات اللي بنحسب عليها. لان ما بين هذه الخطوط الداله مستمره لان اللود مستمر. لكن اللود متغير. فاذا هيحصل تغير في القيم عند الخطوط الراسيه دي فقط. ونوصل يا اما بخطوط مستقيمه يا اما بكيرفات. بدايه الكاميرا في الاول خالص وفي الاخر خالص في اي منشا حتى انت لما تقف كده واحد لما تقف على الخليه يقف كده العزم هنا عند شعره بصفر العزم عند ضوافره بصفر العزم الناحيه الثانيه بصفر لكن بعد كده ناخد سيكشنز مختلف فيه عزوم فالعزوم عند الاطراف صفر يبقى بديل لان انا لو خدت سيكشن كده وعايز احسب العزم هاخد بالشمال هو في حاجه شمال يبقى زيرو ولو خدت هنا هاخد باليمين يبقى زيرو فدايما عند الاطراف قيم زيرو يبقى اللي فاضل نحسب واحد اثنين ثلاثه ثلاث قيم العزم هنا هحسب من الناحيه دي هحسب بالشمال اسهل في عندنا حمل منطقه الرور في نص المسافه اللي هو واحد فتطلع النتيجه بتساوي 6 يا ترى عايز يخلي الجزء ده من الكاميرا يبتدي كده ولا كده؟
انتوا كلكم شبهه يا كده يا كده. لازم تحس بيها، ما حسيتش مفيش غير حس بيها. اللون ده بيخلي الكاميرا تعمل كده ولا تعمل كده؟ وبالتالي الشاشة فوق ولا الشاشة تحت؟ فوق. وبالتالي نرسم فين؟ ان العزم مش خط مستقيم. ايوه، لان احنا قلنا ان العزم تكامل الشير، وهو الشير فوق ايه؟ عباره عن خط من الدرجه الاولى. يبقى لازم تبقى متوقع ان العزم يطلع النهارده. انا ما وصلت ليه؟ وصلت عشان بس مجرد بعد ما وصل انا عارف ان في كرش مقداره دبليو ام سكويرد على 8 عملناه المره اللي فاتت. هذا الكرش ترسمه ازاي؟ لو كان اللود طالع كنت هتطلع وتقيس الخط او القيمه ده ايه فين؟ من نص الخط المنقط. طب تقيسها ازاي وانا عندي خط كده مايل وعندي خط افق؟ القياس عمودي على الديتا. الديتا بتاعنا على خط افق. كل القياس اللي هتقيسه في حياتك في الكليه دي عمودي على الديتا. لانه رسم بيان اكس وواي، اي حاجه بتقيسها عمودي على خط القياس. خلاص؟ يبقى كده بالطريقه دي بنقدر نطلع هذه القيمه ونهشر ما بين المفروض والفعل اللي هي بتاعت الكيرف وبقيه الكيرف. نعم. الدبليو اللي هو ثلاثه؟ الدبليو اللي هو المفروض ثلاثه. الدبليو اللي هو اللوك بتاع ثلاثه بس. الحمل ثلاثه مش اثنين؟ قيس عمودي طبعا احط المسطره وقيس الحته دي بالمسطره. طيب هو بيكون حاطط لي سكيل ولا مش سكيل اعمله؟ انت بتختار سكيل. المحطه الثانيه هو جبناها الحصه اللي فاتت. جبناها الحصه اللي فاتت. النقطه اللي بعدها اللي هي هنا هنحسب برضه من اليمين او من الشمال اللي يعجبك. فهلاقي ان الناحيه دي لو حسبنا هلاقي عندنا عزم يساوي 3 في 2 في 6 بيلف كده في 3 في 2 في 6 في مسافه 3 يعني 18. وكمان معانا في نفس الاتجاه 2 في 2 ب 4 في 1 ب 4. لكن عكس الكلام ده 16 و625 في 2 يطلع 33 وربع. فاحنا العزم هنا للقوة اللي وقعت في الشمال فقط. أخدت الجزء ده والجزء ده والرياكشن ده. كان ممكن اخد يمين شمال لكن ما اخدش يمين وشمال. نتيجه الكلام ده كله يطلع 22 من ال 33 يبقى 11 وربع. دي السهم طبعا الاكبر تحت. دي السهم اللي هو تحت. يبقى هنقيس هنا قيمه في الضغط 11 وربع. دايما
ثلاثة كفاية قوي وصل ما بين الثلاث نقط كده. القيمة اللي جبناها ده بتساوي 2 اللون في المسافة 2 تربيع على 8. نجيب كمان نقطة، ناخد النقطة ده هنا أسهل، بدل ما أحسب الشمال أحسب اليمين. أنا مش لازم أمشي المسألة كلها من هنا، شمال 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 مش لازم، أو يمين 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 حر. كل نقطة شوف الأسهل بالنسبة لك إيه؟ إن كده أسهل، هما قوتين 5 وشوية في بعض، والمحصلة بتاعت المثلث في بعدها هيبقى عندنا عزم جاي كده اللي هو 5875 في 4، وعكسها العكس المحصلة بتاعت المثلث اللي هي كانت 3 في 4 ب 12 في نص ب 6 في 4 على 3، 6 في 4 على 3، 6 على 3 في 2، 2 في 4 على 8، 8 ونضرب الرقم ده هو 4 في 5 و7 في 2 تقريبا، 5 4 في 5 و7 في 2 4 في 25 و7 في 2 تطلع اظن في 4 في 3 ونص، يبقى 23 ونص، 23 ونص شيل منها 8 يبقى كام بقى؟ وقف معايا على طول 15 ونص. يبقى اذا نقدر نطلع القيمه المفروض واظن الكبير هو ده، يبقى دي السهم بتاعك والقيمه نطلعها 15 ونص. المهم مجموع رسوم القوى اللي في اليمين، كل قوه في بعدها برضه اوصل بخط مستقيم، ده غلط، لازم اوصل لاني عندي سبيرت الدور، يبقى هاجي من النص نفس الكلام اللي بيتكرر وانزل وعمودي على الديتا واقيس واوصل الدور نقط. القيمه طبعا 2 في 2 تربيع على 8. اخر منطقه، المنطقه الاخيره، بما ان اصلا ده كان معدل الدرجه الثانيه يبقى لازم ده يطلع معدل الدرجه الثالثه. تعالوا بقى نرسمه كسكتش صح عشان ما يرجعش صفقتين، عايزين نرسمه صح. تفاضل العزم لازم يطلع مين؟ تفاضل العزم لازم يطلع شيل. طيب لو جيت اجيب تفاضل العزم انا عايز ارسمه هنا، يعني عايز اعمل مماس هنا، كان لازم يساوي شيل اللي هو كام؟ يعني مين كان؟ طب مين كان؟ مين خمسه؟ يعني حاجه مايله جدا، بس يا ترى مايله كده ولا مايله كده؟ ما هنمر بالنقطة دي، بس مايل كده ولا مايل كده؟ هو ايه؟ الشيرة سالب، يبقى نيل، يبقى كده ولا كده؟ تفاضل العزم يساوي الشيرة، تفاضل العزم يساوي الشيرة في النقطات، الشيرة كام في النقطة دي؟ سالب 5 وشوية، ده معناه إن ميل العزم سالب 5 وشوية. سالب ده يعني كده ولا يعني كده؟ العزم سالب، سالب يبقى جاي كده ولا كده؟ ها الوضع ده ادي نمرة واحد اهو، ولا ده؟ مين فيهم؟ اختاروا مع بعض كده يلا بسرعة. الوضع ده اللي هو رقم واحد ولا الوضع الثاني اللي هو كده؟ ليه؟ النظام بتاع المومنت متغير، اشارات العزم الموجب لتحت، اشارات العزم، خد باله اهو، ما انا كنت بوقعكم في الغلط، اشارات العزم متغيره، بنرسم الموجب لتحت، بتاعنا فين؟ تحت، يبقى الميل الموجب اللي في الربع الاول اللي هو تحت يبقى اللي هو كده، يبقى اللي هو ميل الموجب اللي هو كده العكس، والميل السالب لفوق، ده معناه ان البرامتر بتاعتنا المره دي مايله كده، ده الميل ليه؟ لان العزم الموجب ادي اكس ودي ام، ده كده العزم الموجب، اسمها الموجبه كده
يبقى الكيرف اللي عايزين نرسمه جاي ازاي بقى؟ تمام، يبقى احنا بالطريقه دي اقدر اخمن ان الكيرف بتاعنا جاي بهذا الشكل. اذا لو انا عارف علاقات ما بين الدوام وبعضها اقدر ارسم صح. كلامنا طبعا نرجع ليه هنا. كنا جبنا الشير، وما دام جبنا الشير يبقى نقدر نستنتج معادله الرسوم. العزم هو تكامل الشير دلتا اكس. يعني معناه نمسك المعادله دي نكملها كمان مره. اخر المعادله جبتها للشير سالب 3 اكس تبقى سالب 3 اكس تربيع عن 2 زائد حط اكس ب 4 والعزم بيساوي 0 وطلع السالب. او عند اكس تساوي 0 والعزم كان 15.5. يبقى اذا بالتالي بالتعويض باي واحده من الاثنين خد اكس ب 0 العزم يساوي 0 اذا السالب سي 1 هتلاقيه بيساوي 15.5. نعم العزم ده مو وقيم المرسومه ده وحطها من الجبل اللي فوق ده سالب. الاكس ب 15.5. يبقى اذا بالتالي يا دكتور ابتدى ايه؟ يعني هي دي خدت الاثنين من حاجه واحده. يبقى تاخد النقطه الاولى النقطه الثانيه. يبقى اذا بالتالي المفروض نطلع سي 2 كمان بالضرب السي 1 اكيد. نطلع المفروض سي 2 بتساوي كذا. اظن كده طلعت المعادله. هتعمل ايه؟ جدول برضو وتحط قيم اكس باي ارقام تعجبك ما بين الصفر لغايه 4 هتطلع قيم مختلفه. هتقول عند اكس الصفر لازم يطلع 15.5، وعند اكس بواحد يطلع اقل شويه 15.5. بعدها كمان لغايه ما عوضت اكس ب 4 لازم تطلع النتيجه بتساوي 0. هذه المساله اتعلمنا فيها نرسم الدايجرامز. وكمان لو كان في عندي مشكله وهي مشكله ايه؟ انه كان عندنا حمل ليس حمل متصل او مستقيم دول.
المساله ده فيها بحاول ااكد معاك اني من حق ابصر واحل المساله على جزئين. فمن حقي ابصر هنا او هنا او هنا اي حاجه، بس شيء طبيعي لما ابصر هيبقى في قوه داخليه هتظهر. يعني ليه ابصر في المكان اللي فيه قوه داخليه اقل ما يكون؟ فانا لو اتصلت هنا هلاقي ان العزم بزيرو، يبقى بالتالي لما ابصر هنا مش هيكون فيه غير شير ومضي، وبالتالي من حقي اروح ماسك المساله ده هنا واقول ان انا عندي هنا نورمال في رد فعل مش عارفه، وبعدين هنا فصلت وهنا مسألة تانية فصلتها معاها، هنا في ديسبريتي دور، هنا في كونسنتريتد مومنت وليكن 8 طن متر، وهنا في ديسبريتي دور 2 طن في المتر، وهنا زيها 2 طن في المتر. جايز بعض الزمن وجايز لما تطلع تانية وثالثة ورابعة هتلاقي كل الزملاء بيتكلموا لغة غيري أنا، وممكن تلاقي هذا الكلام حتى في الكتاب بتاعي متأثرا بيهم. إن يقول لك لما تبصر تبقى الكاميرا دي في هنج هنا، ويمكن في السكشن حليته مسألة فيها رياكشن ويروح حاطط رولر أو يحط هنج ماشي غلط ومش غلط، يعني حاجتين. لكن إن أوقع واللي فيه فلسفة أكتر هو إن جوه مفيش سبورت، وأنا عندي المفصلة دي، أنا في عندي هنا رولر وهنج، فين ده؟ ده دي مفصلة داخلية، لكن فين الركائز اللي أنا مرتكز عليها؟ أنا مرتكز على إيه؟ كاستراكشر عند رجلي على الأرض، أنا مرتكز على الأرض، يبقى في رولر وهنج فين؟ في رجلي. كلمة رولر ورياكشن ورد فعل تبقى عند رجلي، انما ايه اللي موجود عند ايدي هنا؟ دي قوة داخلية. عشان كده رسمت المسألة دي ودي الاثنين في ليفل واحد، مفيش حاجة اسمها مين شايل مين، هما الاثنين شايلين بعض، هما الاثنين في حالة اتزان. لكن المهم مكان مفصل اعمل ايه؟ ها المفروض كنت احط كام قوة؟ كام قوة؟ ثلاثة. لكن لاني عارف ان العزم بصفر احط كام قوه؟ قوه افقيه عباره عن نورمال فورس، وهنا كذلك نورمال فورس وشير وشير، مش لازم حتى تسميهم واي ايه وده اكس ايه كرياكشنز وده واي بي على اعتبار دي نقطه ايه ودي نقطه بي ودي سي وده واي عند نقطة سي. القوة اللي هنا ممكن تسميها اف واحد و اف اثنين، هي مش ردود افعال، دي قوة. ده انت ممكن تسميها ان وكيو، نورمال وشير، هي نورمال حقيقة وايه؟ وشير. خلاص؟ بحيث هتلاقي اللي حصل في الآتي، انه لازم كل جزء من اجزاء المسألة يوجد فيه مجموعة من المجاهيل ردود أفعال قوى خارجية، والبعض الآخر عبارة عن قوى داخلية. في مسألة منهم غالبا لما تعمل كده في أي مسألة وتفصل هتلاقي مسألة منهم فيها مجاهيل أقل ما يمكن، هتلاقي فيها ثلاثة، وأنا عندي ثلاث معادلات اتزان هي دي اللي أبدأ بحلها. فانا طبعا هنا لما اجي الاقي هلاقي مجهول 2 3، انما لما اجي دي هلاقيها فيها كم مجهول؟ 1 2 3 4 5. يبقى اذا هحل دي الاول. عشان كده في السكشن بيقولوا بقى المساله دي بتعتبرها فوق والمساله الثانيه بتعتبرها تحت، قال يعني دي شايله دي. بس مش شرط، مش شرط القضية قضية بقى إن أنا قطعت، واللي أنا عملته ده إيه؟ قوة داخلية، وما حطيتش سبورت، أنا جيت هنا حطيت سبورت؟ لا، في شير وفي نور، ولا في شير؟ أه، شير ونور، وأبدأ أحل بقى بطريقة عادية.
ما اكس يطلع القوه اللي في واحد بزيرو، مفيش عندي قوه افقيه. الا طلعوا هنا عكسه هنا. لان الاثنين عكس بعض. اليمين بيأثر على الشمال والشمال بيأثر على اليمين. وبعدين اظن بقى ان السيجما القسيمه هنا طلع الواي تطلع 4 طن ومن سيجما الواي تطلع دي 4 طن. ده طالع وده طالع. يبقى دي اتحلت خلاص. اتحلت وخلصت في كل حاجه. ادي الشيل بالاجرام بتاعها. نفس من اليمين نطلع 4 وبعدين بيستمر الجلوك تنزل نلاقي في الاخر 4 الشيل بالاجرام بتاع المساله دي لذيذ قوي 4 هنا و4 هنا وخلص. خلاص. شيل كوس بالاجرام. سيمبل جيم. هتلاقي اول اربعه اخر اربعه. الشمال اطلع اربعه وبعدين في اليمين في عند اربعه طلع تبقى سالب. والعزوم بتاعها هنا زيرو وهنا زيرو. في الاول زيرو في الاخر زيرو. وبينهم في ديستربيتي دور يبقى مصر صفر صفر. وبعدين نيجي نص الخط المنقط ننزل. لان اللود نازل عمودي وترسم كيرف. الكيرف ده مقدار وده من اند سكوير على تمانية. رسمنا خلاص البيلدنج والشير للمسألة الأولى للجزء الأول. ده ميزة الفصل إني حولت المسألة من مسألة كبيرة إلى حتتين أقدر أحل كل واحدة فيهم بطريقة بسيطة. الردود؟ غلطت أهو زيهم، نروح بيها ونتعود. القوة الداخلية كنت هقول ردود الأفعال بس دي مش ردود الأفعال دي إيه؟ دي قوة داخلية اللي أنا حسبتها هنا اللي هم 6 و 4 اعمل فيهم ايه؟ لازم يبقى عكسهم من الناحيه الثانيه. المقدار يساوي برضه 4 طن. مش 6 0. الجزء الاولاني بحله واعكس قيم القوى اللي حسبتها على الجزء الاخر لان احنا مقتنعين خلاص ان دايما جزئين مبنى كل منهم بيؤثر على الاخر بطريقه متساويه وعكس بعض الاتجاه. المساله الثانيه تيجي بقى شوف المجاهيل واحد اثنين ثلاثة ودول اتعرفوا يبقى فاضل فيها كم مجهول؟ يبقى اقدر احلها. سيجما الاكس يساوي صفر يبقى ده زيرو. سيجما العزوم هنا هقدر اطلع الواي اللي هنا. سيجما العزوم اللي هنا هقدر اطلع الواي اللي هنا. لو خدت العزم هنا عندي شفوي ادي 8 8 كده كده. واثنين في اثنين باربعة في واحد باربعة. من الثمانية لغاية دلوقتي بقى أربعة. ولسه كمان أربعة في اثنين بثمانية في الاتجاه العكسي يبقى يفضل أربعة. ده يخليه إن رد الفعل اللي هنا ده يساوي نص. خدت العزوم وطلعت رد الفعل اللي هنا. سيجما واي يساوي صفر يبقى رد الفعل الثاني اللي هنا بيساوي. 2 في 2 ب 4 و 4 8 8 واجي نص يبقى ده 8 ونص ضرب طارق الهجوم. كده بالخريطة انا بس متاسف رد الفعل ده هيكون نازل تحت وليس طارق الهجوم. برضه المسألة الثانية دي خلاص نقدر نرسم الشير. نيجي للشمال ننزل نص. مفيش أحلام يبقى نمشي علم. لغاية هنا بعزم كمل مشيان. لغاية ما توصل هنا تلاقي 8 ونص يتبقى 8. تنزل تستمر في الدور 2 في 2 ب 4 يتبقى 4. تلاقي 4 تنزلها. تلاقي نفسك كملت الدياجرام الى التسييب. شيل الدياجرام مرة ثانية بالشمال. طب مفيش يبقى امشي ايه؟ عدل. وما دام اللود بزيرو في المنطقه ده ايه؟ لما نكمل الزيرو يطلع قيمه ثابته. تكامل اللود يطلع شير. يبقى المنطقه اللي مفيش فيها لود الشير مقدار ثابت. المنطقه اللي كانت استلمت اللود الشير خط مائل. العزوم. هنا زيرو عند الاطراف. وهنا زيرو عند الاطراف. في البداية والنهاية على طول. يبقى اللي فاضل نجيب العزوم هنا وهنا. لأن في الأول وفي الآخر خلاص بزيرو. يبقى هما مكانين اتنين بس. نحسب
كنا هنضطر نحسب كل ده. لو احنا بنحل مسألة من غير ما نفصل، لو عايزين نجيب العزم عند السبورت هناخد من يمين، لكن واحنا فاصلين هذا الحساب اسهل. هنا كنت مضطر بقى اتخيل رد فعل ويمكن غلطان فيه ويمكن انسى، فاذا مسألة الفصل بتسهل لي الامور، لكن مش اجباري، مش لازم افصل، انت حر. هنجد ان العزم عند المطالب يساوي 2 × 2 × 1 هذا 4، وكمان 4 في مسافه مقدارها 2 × 80 يبقى على بعضهم 12، وبيتهيألي دي لسه من فوق. يبقى اذا العزم هنا 12 اوصل 12 بصفر، واجي من النص انزل وارسم كيرف، الكيرف ده كالعادة بقيته 2 المسافة 2 مبني على 8 وهشهر العزم. فاضل العزم هنا عند الخط ده. فاكرين لما في أول الحصة قلنا الشير عند السبورت ما ينفعش يتحسب؟ وقلت لما اجي اقول لكم احسبوا لي الشير في المساله اللي فاتت عند اكس ب 2 قلنا ما ينفعش، لازم ناخد اكس تساوي كام؟ تقول الى 2، لكن ما نقولش 2. ليه؟ لان في كونسنتريتد لود لازم اخد قبله ولازم بعده. المره دي بقى المساله دي مثال لما يكون عندي كونسنتريتد مومنت، يبقى في المومنت هو كمان ما ينفعش اجي اقول لك هنا احسب العزم بكام؟ ولازم بعده نفس النظريه، يبقى ما ينفعش برضه نحسب العزم عند، لان العزم 8 ده بيأثر فين بالظبط؟ بيأثر في النقطه اللي هي على بعد 2 متر. طب احنا لما ناخد نقطه ناخدها فين؟ ناخدها هنا، ده يعني معناها بعدها كام؟ 2 متر الا مني. يبقى كده بالطريقه دي لما نحسب بالشمال مين اللي هيخش معايا؟ رد الفعل بس، رد الفعل البعد. انما لو خدت النقطه الثانيه اللي هنا دي نقطه ثانيه، يبقى المفروض لو انا بحسب برضه من الشمال هلاقي دخل معايا الرياكشن وكمان الحمل المركز اللي هو 8 طن، حاجه ثانيه، قيمه ثانيه. إذا واضح إن لو أنا حسبت وأنا بحل وبجيب رد الفعل قسمت على إن الإستان 8 متر. آخر عزم وإحنا بنجيبه عشان نطلع رد الفعل ده لما طلعنا نص كان طلع العزم 4، قسمه على 8 طلع في نص. لكن هو دلوقتي عيني لمح إن واخدها 2 و2، فكان المفروض نقسم 4 على كام؟ على 4، فتطلع 1، كان يطلع ده 1، وبالتالي ده يطلع 9. بدل ما نعيد نسهل على نفسنا هنخلي ده كام؟ 4، عشان يبقى اللي انا عملته كله صح. ماشي؟ دلوقتي لما نيجي نحسب بقى الحسوب يبقى هنبدا نقول ان العزم عند النقطه دي يساوي نص في كام بقى؟ 4، نص في 4 كام؟ 2، واظن العزم ده بيجي السد فوق، فالعزم اذا هنا بص حاسس هنا ده فين؟ هنا هنا يعني فين؟ محل جنب الخط، لازق في الخط، لازق فيه تمام، يعني مجرد سن القلم بس كده جنبها بالقيمه مقدارها 2 ووصل كده. اما هنا فبالتالي هحسب برضه بالشمال رغم ان النقطه واقعه في اليمين، لكن بحسب بالشمال انا حر. لو حسبت دلوقتي هلاقي انه ما زال نص في 4 بيساوي 2، ودي لسه بفوق، وفي كمان كام؟ 8 معاها في نفس الاتجاه، 8 و2 يبقوا، يبقى قيمه العزم اللي جاي هنا كده عباره عن 10، القيمه دي تبقى 10، دول جنب بعض ملوش دعوه ببعض، وتوصل ال 10 بال 12.
تجد الفرق ما بين 2 وال10 كام؟ الفرق بين 2 وال10 8 اللي هو عمل الدروب زي في مساله الشيل اللي فاتت المساله اللي فاتت لو رجعتوا لها لما كان الشيل 6 وبعدين بقى كام؟ بقى 10.6 مجموعهم يطلع 16 اللي عمل قيمة الدروب المفاجئ هو قيمة اللود هنا الفرق ده هو العزم ده الفرق ما بينهم هو اللي عمل هذا الدروب نلاحظ هنا حاجة لذيذة إن لازم الخط ده يبقى موازي لده فعلا القيمة دي كانت 2 على مسافة 4 يبقى مين يساوي نص؟ برضه المسافة دي 12 ودي 10 الفرق 2 2 على 4 يطلع نفس ال 2 يطلع نص لأن الشير كان في نص الشير ثابت ما دام الشير ثابت يبقى العزم لينه في المنطقة دي أو دي قيمة ثابتة هل كان ممكن نرسم المسألة كلها على بعضها؟ يعني بعد ما اطلع ردود الافعال ويطلع ده بيساوي 4 ويطلع ده ما اعرفش بيساوي كام زي ما طلع بيساوي 8.5 وطلع ده نازل بيساوي 2 كان ممكن نرسم العزم في المساله على بعضها قال هنيجي نحسب هنا ونقول يطلع بيساوي 2 وبعدين بعد كده طلع بيساوي 10 وبعدين هنا بيساوي 12 وبعدين نوصل وبعدين هنا 0 وبعدين تعادل الفرابل وبعدين تبقى هنا 0 وبعدين تعادل ثاني فرابل وهكذا يترسم كله على بعضه كانك جمعت الاثنين على بعض لما تقرب الشكلين دول من بعض يطلع هو عباره عن نفس الشكل اللي موجود عندنا في العزوم بالشكل اللي قدام ده في رسم الجزء ده كان ممكن نعمل بدل ما نمسك الحته دي بالذات الحته الاخيره هنا قيمه 13 وهنا صفر وهنا مفصله احنا وصلنا كده وعلقنا هنا قرابل صغيره ووصلنا كده وعلقنا قرابل تانيه كده ولو انا راسم صح في سكيل يطلع ده كيرف واحد لان اللود هناك لود واحد كان ممكن نريح نفسنا من اول ونوصل كده من البدايه للنهايه من بداية الديسبيريتي لود للنهاية طالما مفيش أحمال أخرى بس نيجي نعلق من نص الخط المنقط فرابولا واحدة القيمة دي تبقى 2 في 6 تربيع على 8 إنما دي لا دي 2 في 4 تربيع على 8 ودي 2 في 2 تربيع على 8 فلو بالحق جبت القيمة اللي في الأول واللي في الآخر وعارف إن دي صفر فوصلت خط وبعدين خط وعلقت الفرابولا وكمان فرابولا لكن كمان من حقي إني أوصل الأول والآخر وأعلق فرابولا واحدة وأنا لو راسم تو سكيل صح بدقة هتجد الكيرف ده يمر بمين؟ بالصفر لوحده ده اللي بيخليني ان انا يمكن اكون قلت حدوته او لا ان في اغنيه مشهوره بتاعت حسين حافظ بتاعت فوق الاشواك البنات اللي تقعد تغني معاه وعارفاه اكتر شويه فوق الشوك بيقول فيها ان فوق البيم مشاني زماني وقال لي تعالى نروح الهنج بعد سبان يعني بعد مسافه ما بين طبقتين من الصفور الاول قال لي فوق البيم مشاني زماني وقال لي تعالى روح لي للهند بعد الفان هترجع تاني ده تمسيك العدل الفكري فاللي حسبته رجعت تفاتيح واللي رسمته رجعت تفاتيح فين الشيء فين الشيء مين اللي قال الكلام ده؟
الفاميليا تاني. كام؟ زيرو. اوعى تنسى هذا الكلام لما تطلع تاني. تقدر تطلع رد الفعل الخارجي في العمود الشمال.
دي الخطوة رقم واحد، دي الخطوة رقم اثنين، دي الخطوة رقم ثلاثة. من حقي أفصل بأي طريقة. بعد ما فصلت قدرت أجيب معلومات، رجع المسألة زي ما كانت. أنت كده عرفت إن رد فعل ده كام بقى؟ تمام؟ سيبك بقى من الفصل. لو جيت خدت العزم عند النقطة دي في المسألة كلها، عندك مشاكل دلوقتي؟ تقدر تجيب مين؟ الواي اللي هنا. سيجما الواي. تطلع الواي اللي هنا. مش كده ولا لأ؟ وبالتالي تقدر تطلع بقية ردود الأفعال بالطريقة دي. إذا الفصل مفيد في إنه بيخليني أبسط المسألة إلى مجموعة مسائل صغيرة، كل منها على الأقل أقدر أحل جزئيا وليس بالكامل. بحل وأجيب المعلومة اللي أستفيد بيها وأكملها وأستفيد وأكملها، وبعدين آخد اللي جبته ده أستفيد بيه في قطاع آخر. المهم اقطع بالكيفية اللي انت شايف انها مفيدة ليك. اظن انا كده جاوبت على اللي كان بيجي لي القطة يسألني مش عارف احل دي، اقول له بعدين. طب مش اكمل. ما انا عايز اقول له هنقطع وناخد وهو لسه ما عرفش ان يقطع. خلاص كده ايه؟ في مسائل تانية كانت الرياكشن بيم وتلاقيها متعلقة هنا في لينك مش عارف متعلقة في لينك تاني ومحطوط مش عارف هنا بيم وده هنج وده هنج. مش كان في مسألة كده؟ برضه المسألة دي خارجيا فيها أربع ردود أفعال. عشان تحلها مش هتعرف تجيب ردود الأفعال. ما تعمل إيه؟ سيادتك تقرا. اقطع في اللينك وخد المسألة دي واعتبرها حتتين. افصلهم بعيد عن بعض. خد المسألة اللي فوق والمسألة اللي تحت. كده قطعنا فين إحنا؟ في اللينك. لازم لما نيجي نحط بقى في اللينك مش ثلاث قوى يبقى نورمال فقط وهنفترض انه شبه. اهي انا كده ده الشمال القوى خارجه من السيكشن خارجه يبقى شبه والثانيه بترد عكسها. القوه بتشد القطاع ده القطاع اهو القطاع اهو بتشدها وده القطاع بتشدها. بفترض ان انا عندي قوى هي عباره عن نورمال فورس سميها اف 1 سميها ان 1 سميها زي ما انت بالاضافه الى الاكس والواي. الاكس والواي بتوع ايه؟ المساله الاصليه. لما تمسك بقى المساله اللي فوق الجزء الفلاني تقدر تحل اي حاجه فيه. اقدر اقول سيجما الاكس بيساوي صفر. الجزء الفلاني سيجما الاكس منه اذا كان عندي قوه مايله او انا عندي ما اعرفش ايه اقدر اطلع الاكس. اقدر اطلع القيمه الافقيه. وايضا الجزء الثاني اقدر اطلع ايه؟ الاكس. خلاص ما دام انت طلعت الاكس سيادتك بقى راجع المساله زي ما كانت. رجعها تاني يا عم. انت مش لازم تكمل حل مجرد هات اللي في ايدك رجعها تاني. مش انت خلاص عرفت الاكس من هنا والاكس ولا لا؟ من حل كل واحده فيهم ايه اللي فاضل؟ ردود الافعال الاصليه. طيب رجع المسألة وخد العزم هنا. المسألة على بعضها قبل ما تقطع فيها تقدر تطلع الواي سيجما الواي تقدر تجيب الواي الثانية. فين مشكلتك؟ يبقى كده تقدر تجيب ايه؟ ردود الأفعال اللي أنت عايزها. جبت ردود الأفعال الرأسية ارجع تاني للقطع. عايز تجيب القوة الداخلية ارجع بقى تاني للقطع. ما أنت عرفت دي وعارف دي دلوقتي بقى لو واخد الجزء الفوقاني وخدت العزم هنا تقدر تطلع اف 2 خدت العزم هنا تقدر تطلع اف 1 او العكس. يبقى اذا بالتالي الفصل مفيد في تفتيت المساله الى اجزاء صغيره يمكن بعض المجاهيل المساله واستفيد بهذه المجاهيل في قطاع اخر ثم قطاع اخر لغايه ما اكمل حد في المساله كلها على بعضها. هل اجباري لازم اقطع؟ إذا كانت المسألة تتحل من غير قطع، حلو، أنت حر، يبقى كل واحد حر في طريقة اختياره من خطوات الحل. الكلام إيه؟ فاتت برضه؟ لا، لو القوة في النص يبقى في ثلاث نقط. ده مش طبعا. لا تؤسف للشيك، الدليل على كده إن إحنا لما جينا عملنا علاقة بين الشيك والنقط، مش النقط. نورمال ما نشوفهاش.
لو عندي حمل في كاميرا مايله بالشكل ده وعليها السبرنت دول 2 طن في المتر. 2 طن في المتر دي المفروض انها بدات حمل موسع. المفروض يا ترى هي متنسبه الى بالظبط دي خلاص؟ لا لسه 12 طن. هي كبيره واحده. الحمل الموزع ده بنقول 2 طن لكل متر. لكل متر يعني مايل ولا افقي ولا راسي؟ لازم يبقى ده معرف بالنسبه لنا. لما تتخرج انت ما حدش هيقول ده انت اللي بتحسب الاحمال. انت اللي بتكتب رقص، انت جايبه منسوبه هتلاقيه. في عباره يمكن تزعل البعض. اي حاجه في الدنيا لازم ليها مرشد. مالهاش دعوه بالسياسه. لازم المرشد ده اللي هو الاورجن بتنسب الى، لازم تبقى منسوبه الى. ما هو مفيش حاجه كده. لازم كل شيء كل واحد فينا منسوب لوجهه. في نسب. فانا لما اقول 2 طن لكل متر تقصد ايه؟ انت اللي قلت مش انا اللي قلت. دايما الاحمال بتاعت اللايف لود بتبقى منسوبه الى المسقط الافقي. لان احنا اصلا بنقف على مسقط افقي. فبالتالي لما نقف احنا في طابور ورا بعض كل واحد فينا بيحجز في المسقط الافقي ما يساوي عرضه. عرضه اللي هو من هنا من صدره لغايه ظهره بياخد حته كده عرضها كده تطلع بتاع حوالي 30 سم. ولو خدنا السلم هتلاقي درجه السلم 30 سم. وانت نازل السلم هتلاقيها كام؟ يبقى انت واقف على سطح مايل مع السلم نايم. انت حاجز لنفسك مسافه 30 سم. ولو وقفنا طابور على الارض في الشارع على الاسفلت برضه هيكون واخد كام؟ عشان كده دايما اللايف لود بيكون منسوبا الى المسقط الافقي. 2 طن لكل متر افقيا. انما بالنسبه للديد لود لو احنا هنغطي مسافه متر بسقف والسقف ده افقي هل زي ما نغطيه بسقف يكون مايل ولا خرسانته اكتر؟ هل وزن البتاعة دي لو المسافة الأفقية هي هي لما نعمل بقى ونغطي مش الحيطة دي هترتفع والسقف ده هيبقى له 100 لو قلنا 3 4 مش يبقى ده 5؟ يعني أصلا كانت 3. هل وزن 3 متر زي وزن 5 متر؟ إذا بالتالي لابد إن إحنا ننسب الوزن بتاع الديد لود مش إلى المسقط الأفقي ده، لا إلى طوله الحقيقي، طول السقف الحقيقي. عشان كده دايما الديد لود منسوبة إلى الطول الأصلي. اختصار الكلام ده بقى بيقول انه هنا طن في المتر ولا طن لكل متر افقي المفروض لما نيجي نجيب المحصله بنضرب في مين؟ لو قال دبليو طن في المتر وما كتبش دي يبقى نضرب في مين؟ في الطول المالي. لكن لو كتب العباره دي هنضرب في الطول. لو فاكرين بقى رسمنا العزم نعمل قرار ده البارامتر ده دايما عباره عن المحصله في البعد العمودي عليها بلاش البعد المسقط العمودي عليها على 8. حكايه دبليو ان سكويرد على 8 مش دايما بتبقى دبليو ان سكويرد على 8. ده على حسب الحمل بيكون 2 طن في المتر طولي يا ترى افقي ولا نايم ولا ايه. فانت كل القصه بقى المفروض تجيب المحصله. المحصلة خلاص عرفنا هتبقى سهل. وبعدين المحصلة دي نضربها في أي بعد؟ الثلاثة ولا الأربعة ولا الخمسة؟ العمودي عليها مين؟ البعد العمودي أيا كان. فالمحصلة في البعد العمودي عليها على كام؟ على 8. المرة الجاية يمكن نفسرها أكثر شوية.